وسهلا بيكم في المهرجان المصري الاوروبي. احب اعرف نفسي، انا اسمي محمد سنوسي، منسق العام لمحافظه الاقصر لمجموعه المديرين الثقافيين. مجموعه المديرين الثقافيين هي المجموعه اللي نشات عن طريق التدريب اللي اخذناه تابع لمعهد جوتا والاتحاد الاوروبي، ويعتبر المهرجان ده هو نتاج التدريب اللي اخذناه لمده حوالي 3 شهور. الثلاث شهور دول كانوا حوالي 167 ساعة تدريبية عن كيفية إقامة المشاريع، عن كيفية التعاون البناء بمجموعة شبابية بشتى الاهتمامات. والمشروع ده عبارة عن مجموعة أنشطة تخدم المجتمع المصري بشتى طوائفه. من ضمن الفقرات اللي بتتعمل في المشروع ده أو المهرجان ورشة يلا نكتب مصري، وهي ورشة تساعد الأطفال من سن 7 وحتى الشباب سن 25 سنة لتعلم الكتابة المصرية القديمة، لكن ليس الهدف الأوحد لها هو تعليم الكتابة، ولكن إيجاد أفكار جديدة عن طريق شباب مصر وأطفالها لكيفية استخدام اللغة دي في عمل مشاريع أخرى. بالنسبة لورشة يلا نكتب مصري، هي ورشة تم تنفيذها في الأربع محافظات لمدة 3 أيام قبل بداية المهرجان، بداية من شهر سبتمبر، لكن في يوم المهرجان اتعملت لمدة 2 ساعة لمجموعة من المشتركين. كان عدد المشتركين في اليوم ده النهاردة في المهرجان حوالي 45 مشترك، وكان في مجموعة ورش أخرى، فكان في توزيع لجميع الأطفال والشباب في الورش الأخرى. هنا بنحاول نعلم الحروف، طبعاً هي أضحى، بنحاول نستخدم الحروف العربية برضو لأنها هي أقرب مثال لنطق الكتابة المصرية القديمة اللي هي الخطاء الهيروغليفي. بالنسبة للمشتركين معانا في ورشة يلا نكتب مصر في الأربع محافظات وصل عددهم ل 120 مشترك، وإن شاء الله ده هيبقى المشروع اللي جاي اللي بنشتغل فيه، إن نحاول ندي ورشة يلا نكتب مصر في جميع محافظات مصر، ولكن بنحاول نشوف دعم يساعدنا أكتر في تنفيذها في شتى قطاع محافظات مصر.